زمان أحراك النجمية يا طير خذني عوضني. طال غياب الكثيرين عن بلادهم واشتاقوا لبيوتهم وحاراتهم، وسيطر الحنين على أفكارهم حتى أصبحوا لا يفوتون فرصة إلا ويعبرون بها عن رغبتهم بالعودة لديارهم. في تقريرنا اليوم ستأخذكم كاميرا الفرات إلى مدينة عزاز شمالي حلب، حيث أقامت الرابطة السورية لكرامة المواطن بالتعاون مع رابطة نشطاء الثورة في حمص ووحدة دعم المجالس المحلية فعالية سوريا لنا. تضمنت الفعالية معرض صور للتهجير ومشاركات للمحافظات المهجرة، بالإضافة إلى فقرات متنوعة. في منصة موسكو، في منصة القاهرة، في منصة الرياض، في منصة أنقرة. يعني وضعنا إحنا بالداخل للآن إحنا كنشطاء كثوار للآن نحن مهمشون. بدعوة كريمة من رابط الكرام المواطن السوري، وأيضا من رابطة نشطاء الثورة في حمص، دعونا لهذه الفعالية وهي ذكرى تهجير حمص. هي ذكرى أليمة على قلب كل سوري وليس فقط أهل حمص، ولوعة التهجير ذاقها تقريبا كل السوريين من جنوبها إلى شمالها من شرقها إلى غربها. جئنا لنقول لإخواننا في حمص أننا معكم، نحن مهجرون مثلنا مثلكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى ديارنا آمنين سالمين بإذن الله سبحانه وتعالى. يجب يعني نوصل رسالة لكل الأخوة المهجرين في كل مناطق، أنه يجب أن يعملوا أو يصنعوا مثل هذه الفعاليات دائما من أجل تسليط الضوء على التهجير، تسليط الضوء على انتهاكات النظام، تسليط الضوء على ما يقوم به المجتمع الدولي من حماية للأسد إلى الآن. وشكرا. ظن الظالم أن الخلاص من طلاب الحرية والكرامة وأبناء الثورة يكون باقتلاعهم من جذورهم وتهجيرهم من مدنهم وبلداتهم، فشن حملة لم يسبق لها مثيل في تاريخ سوريا، عنوانها التهجير القسري لأحياء ومدن كاملة. نحن اليوم موجودين بفعالية سوريا لنا. طبعا الفعالية هي أحد أنشطة حملة قد بدأنا بها منذ أيام تحت عنوان العودة الآمنة تبدأ بسقوط الأسد. طبعا هدف الفعالية هي تذكير أنفسنا بالدرجة الأولى والناس بأنه الحق لا يموت، ما زلنا نطالب بحقنا، بحق العودة إلى ديارنا، إلى بيوتنا التي احتلها نظام الأسد الفاجر وميليشياته. طبعا اليوم نحن ضمن الفعالية عنا كان معرض صور بالإضافة لكلمات لأبناء محافظات بالإضافة لأناشيد ثورية، واستعرضنا فيلم وثائقي كان يتحدث عن تهجير محافظة حمص منذ عام 2012 إلى 2018. طبعا الهدف هو أنه جريمة التهجير ما زالت مستمرة، وبإذن الله تعالى لن نعود إلى ديارنا إلا بسقوط الأسد. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء. يا وطن يا حبيب يا وطن.